السلام عليكم ومرحبا بكم متابعين. بعد اطلاق سراح سامي الفهري من السجن، واللي كان الخبر هذا مفرح لجميع محبيه وعائلته واولاده اللي كانوا متوحشينه برشا، لكن فما ناس ما عجبهاش اطلاق سراح سامي الفهري ونبيل القروي، خاطرهم ازو السراق حسب تعبيره، كما لطفي العبدلي اللي نزل فيديو على موقع على التواصل الاجتماعي اللي هاجم الحكومة من أعلى سلطة ونعتها بالفساد بعد إطلاق سراح سامي الفهري، واللي قال في الفيديو متاعه انتو ما سيبتوا السراق مش مشكل، أما على الأقل كملوا أطلقوا سراح سواق مال خاطروا تظلم برشا في الحبس، وعلى الأقل هو ما سرقش البلاد كيما سامي الفهري ونبيل القروي، بل بالعكس تفتف من برا وجاب وحط فلوسه في تونس وحب ينفع بلاده الأم، لكن بلاده الأم خلته. اللي كان بفلوسه ينجم يعيش في أحسن بلاد في العالم وما يستحقش تونس جملة. هذا كلام لطفي العبدلي اللي متظاهر إنه يكره سامي الفهري، أما كلامه بالرسمي فيه جانب مسح. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوافيكم بكل المستجدات.